يداهم الخطر أهوار التشبعيش في محافظة ذيقار التي تعد من أهم البقع المائية جنوب العراق، حيث باتت الثروة السمكية والحيوانية مهددة بالانقراض نتيجة الجفاف وارتفاع نسبة ملوحة المياه فيها. مثل ما شفتوا انتم طلعتوا على الهوار وشفت الحيوانات شلون متضرره والثروه السمكيه بها النفق والطيور انقرضت، اقدر اقول لك انقرضت 90% اكثر من 90% انقرض الطير بالاهوار ماكو بسبب شحه المياه. اي ناشدنا الدوله وناشدنا الجهات المختصه وناشدنا الناس المسؤولين. بالنسبه لاهل الاهوار اللي ساكنين بالهور، اذا جف الماي من الاهوار يعتبر لهم كصدمه أو مثلا قطع سبب رزق معيشتهم. ليش؟ وبدأت مخاوف سكان الأهوار تزداد يوميا بفعل انخفاض مناسيب المياه وتراجع السياحة والخشية من أن تزداد ملوحة المياه وتقتل الأسماك وحيوان الجاموس مثل ما حصل في سنوات الجفاف الماضية. حاليا المياه بالأهوار وقضاء التباش خصوصا الماء المالح، المياه الثقيلة جاي تنزل على الشط أخوة، الطيور هاجرت، السمك انتهى دوم، حتى القصب يبس انتهى دوم. ويرى أهالي أهوار التشبايش أن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية الأكبر فيما آلت إليه الأوضاع في منطقتهم بسبب سوء إدارتها لملف المياه في العراق. هناك نوعين من المشاكل، مشاكل خارجية ومشاكل داخلية. المشاكل الداخلية هي مشاكل مهمة جدا، من ضمنها سوء إدارة ملف المياه بالعراق، التجاوزات على الحصة المائية للمحافظات، إطلاق المياه المجاري ومياه الصرف الصحي إلى نهري دجلة والفرات بشكل مباشر. أما المشاكل الخارجية فهي ضعف العلاقات الدبلوماسية وضعف التفاهمات الدولية وعدم وجود اتفاقيات دولية بين دول المنبع والعراق. وترى الجهات الحكومية المسؤولة أن ما يجري في الأهوار من جفاف وهجرة لأهالي المنطقة أمر طبيعي لا يبعث على القلق، بالرغم من أن واقع الحال في المنطقة تفضحه أعداد الأسماك والحيوانات النافقة فيها. وهذا الأمر طبيعي، ظهور مساحات جافة أمر طبيعي، خاصة أنه مربي جاموس ينتقلون من أماكن إلى أماكن أخرى في الأهوار. هسه اللي يريد يطلع الأهوار يشوف الأهوار، يشوف مسطحات واسعة بالمقارنة بعام 2016 و2015 سنوات جفاف. فالوضع مطمئن ولا ينذر أنه كارثة بيئية أو جفاف قادم. وإلى أن تصل استغاثات أهالي الأغوار للجهات المعنية، يبقى أهلها وثروتها السمكية والحيوانية ضحية من ضحايا التقصير والإهمال الذي تفاقم حتى باتوا يئنون من أوجاعه.